فيما بين الرؤساء الأفارقة الذين تولوا الرئاسة بعد الحرب العالمية الثانية والإنهاء الشكلي للوجود الاستعماري في أفريقيا، يأتي الرئيس جوليوس نيريري ليمثل أبرز نموذج للطاغية السفاح الذي مارس كل صنوف الطغيان والوحشية ضد المسلمين من أجل إرضاء نزعته المتعصبة دون أن يكون له هدف آخر أو أن يحقق هدفاً آخر في ميادين التنمية أو التربية، فكأنه صعد للرئاسة ليذبح المسلمين وليقضي على الوجود الإسلامي فحسب. ومن العجيب أنه نال الرئاسة من دون كفاح مسلحة أو حرب تحرير، وكأنه قدر له أن يدخر قوته للاعتداء على جارته العربية المسلمة والاستيلاء عليها وعلى خيراتها. بذل الرئيس جوليوس نيريري جهودا فائقة في هذا الطريق، وأباد من المسلمين أعدادا كبيرة من دون أن يتحقق له أي مجد، فقد كان يتمتع بالغباء العقلي والغباء القلبي معا، ولم يستطع أن يقدم لمواطنيه أي أمل في أي مستقبل، مكتفيا بما وجده من التقبل الناصري لسلوكه والتغاضي الغربي عن جرائمه والتشجيع المتعصب لهذه الجرائم، وسعادته حين شعر بأنه انتصر على مواطنين عزل وأنه حقق ما لم يحققه غيره من إنهاء سلطة الوجود العربي في أفريقيا الذي كان يتمثل في زنجبار التي ضمها نيريري لتانجانيقا على مرحلتين متعاقبتين، كانت الأولى تدليسا بمسمى انقلاب والثانية عنوة بمسمى وحدة في إطار ما عرفه العالم منذ ذلك الحين باسم تنزانيا. كان الزنجبار جزءاً لا يتجزأ من سلطنة عمان منذ القرن السابع عشر الميلادي، وكانت منارة وجود عربي وإسلامي في أفريقيا، وامتد تأثيرها ولا يزال ممتداً في قلب أفريقيا والكونغو ومنطقة البحيرات الاستوائية. لكن زنجبار التي استقلت في عام 1963 لم تتمتع باستقلالها الذي حصلت عليه إلا لفترة قصيرة جداً، حيث استولى عليها نيريري من خلال الخطوتين اللتين أشرنا إليهما، بدءا بانقلاب عسكري دموي موال له على نمط ما كان سياسة الاستحواذ على الدول المجاورة قد رسمت في معامل المخابرات الأمريكية، وهو نموذج لم ينجح منذ تمت هندسته على الورقة إلا في زنجبار، حيث قام الانقلاب العسكري ليمهد لانضمام زنجبار تحت جناح تنجانيقة في دولة واحدة يرأسها نيريري. وقد واكب هذا أكبر مذبحة بشرية عرفها التاريخ حتى ذلك الحين، حيث أبيد ما يقارب من 100,000 مسلم في خلال أقصر فترة ممكنة، وسرعان ما أذاب الانقلاب العسكري الزنجباري الذي كان وراءه الرئيس جوليوس نيريري بلاد زنجبار نفسها في دولة تنجانيقة على طريقة أقرب ما تكون إلى ما نعرفه في الاقتصاد المعاصر باسم الاستحواذ، مع إعطاء مسحة إرضاء شكلية للمسلمين بتغيير الاسم إلى تنزانيا. وقد بلغ الخبث بنيريري أنه لما أعلنت الوحدة بين تنجانيقة وزنجبار في عام 1964 سميت الدولة أولا باسم جمهورية تنجانيقة وزنجبار الاتحادية، ثم سرعان ما تم تغيير الاسم في وقت لاحق من العام نفسه إلى الجمهورية التنزانية المتحدة في تقليد ممسوخ لتجربة الرئيس جمال عبد الناصر في الجمهورية العربية المتحدة. مع أن الانفصال السوري كان قد حدث، لكن الرئيس عبد الناصر ظل كما نعرف متمسكا بالاسم حتى مماته، وكان يهدف من هذا بالطبع لإخفاء كلمة زنجبار من اسم الدولة المتحدة بكل ما يوحي به الإخفاء. لكن كلمة زنجبار لم تختفي لحسن الحظ، وظلت موجودة بكل ما تمثله من ماضيها العريق. ومن المؤسف أن هذا الانقلاب العسكري الذي لم يكن يهدف إلا لإنهاء الوجود العربي غلف نفسه بالغلاف الشيوعي التقدمي في حقبة انتشار الشيوعية في بلدان العالم الثالث، وبهذا الغلاف تطوع زعيم عربي كبير هو الرئيس جمال عبد الناصر بتأييده، ليسجل بهذا التأييد المعنوي والمادي نقطة من أكثر النقاط إسودادا في تاريخه الذي لم يخلو من وقائع مشابهة وقف فيها ضد الإسلام ومع كل من هم ضد الإسلام. لكن موقف الرئيس جمال عبد الناصر في زنجبار كان أكثر سوادا من كل مواقفه الأخرى في عداء المسلمين، لأنه كان يتعارض أيضا مع ما كان ينادي به ويستظل به من دعوته للقومية العربية، وها هو يقتل القومية العربية قتلا غير رحيم
بموقفه المتخاذل والمتواطئ في زنجبار التي كانت تمثل له هو نفسه عمقا استراتيجيا ضحى به بسهولة من أجل الرضا الغربي في الوقت الذي كانت الجماهير حتى في أمريكا اللاتينية ترفع صورته وتماثيله باعتباره نموذجا للتمرد على الهيمنة الأمريكية والغربية. وهكذا خان الرئيس جمال عبد الناصر بهذا الموقف نفسه ومبادئه ودعوته، بل وخان مجده الذي كان حتى ذلك الحين لا يزال يتراكم مع الزمن بسهولة رغم كثرة العداوات. وإذا بالرئيس عبد الناصر نفسه يبدأ من دون انتباه في هدم هذا المجد وينتقص منه بمثل هذا الموقف الذي لا يصدر عن أي سياسي تسنده دراسات استراتيجية عاقلة أو متعقلة. ومنذ ذلك الحين بدأت السياسة الغربية تتعامل مع المد الناصري على أنه قد سقط بدون صوت. ومن الغريب أنه لما بدأ الرئيس نيريري يواجه الانتقادات والهجوم على مشاركته في مذبحة الإبادة الجماعية التي ارتكبها حلفاؤه في حق المسلمين الزنجباريين، فإنه وجد العون من قوى لم يكن العرب المسلمون ينتبهون بالقدر الكافي إلى عمق عداوتها للإسلام، فقد وجد العون من المنظرين الأفارقة المزورين الذين صوروا الأمر على أنه يتعلق بالقومية الأفريقية وأن إفريقيا للأفريقيين، ومن ثم فلا محل العرب فيها باعتبارهم غزاة. ومع هذا التدليس المعروف عند بعض اليساريين فقد ظلت مذبحة الزنجبار أصعب تحدي ينتقص من فكرة بناء الدولة الوطنية في أفريقيا على حساب المواطنة العربية في القارة السوداء واعتبارهم مستوطنين. ومع أن مثل هذا القول كان في غاية الإحراج لأكبر أنصار الرئيس نيريري وهو الرئيس جمال عبد الناصر المنادي بالقومية العربية، فإن مما يؤسف له أن تحالفات عبد الناصر قصيرة النظر والحافلة بالأحقاد غير المبررة كانت أهم عنده بكثير من استنفاذ أرواح نساء وأطفال شعب عربي من الإبادة، بل إن عبد الناصر رحب بهذه المذبحة لسبب شاذ وهو أنها كانت تضمن له سقوط دولة سلطان عربي في ظل سعيه المريض إلى التخلص من سلاطين عرب رجعيين آخرين. وهكذا تحققت المفارقة المأساوية بأن يهلك شعب عربي بتأييد من صاحب الدعوة إلى القومية العربية وأن يصوروا الأمر زورا على أن عبد الناصر كان داعما لثورات التحرر الوطني في أفريقيا. وهكذا جاء اعتراف عبد الناصر السريع بالانقلاب العسكري في زنجبار واعترافه بالنظام الجديد مفاجئا للعالم الغربي في الوقت الذي كانت بعض الدول الأوروبية والآسيوية ودول قارة أمريكا الجنوبية ترفض شرعية هذه الحكومة القاتلة. وقد بادر الرئيس جمال عبد الناصر بتقديم التهنئة لعبيد كرومي المجرم القاتل على تسلمه السلطة في زنجبار، وكان هذا متفقا في الظاهر مع ديدنه في الفرحة بأي انقلاب عسكري جديد حتى لو كان الانقلاب على عسكر متحالفين معه، وحتى قيل إنه مستعد لأن يؤيد أي انقلاب عسكري في مصر قبل أن يتعامل معه بالإبادة. واعترف الرئيس جمال عبد الناصر بما قدم للناس على أنه اتحاد زنجبار مع تنجانيقة، وكرس هذا الاعتراف السريع غير المطلوب وغير المشروط في القمة الأفريقية التي عقدت في القاهرة عام 1964. ورحب عبد الناصر بالرئيس جوليوس نيريري رئيس تنزانيا في القاهرة، بل إنه قام بإغلاق بيت الزنجباريين الذي كان قائما في منشية البكري بالقرب من بيت الرئيس عبد الناصر نفسه. من ناحية ثالثة فقد تولى الفكر الماركسي الزنجباري الذي مثله عبد الرحمن بابو زعيم حزب الأمة وعضو مجلس قيادة ثورة 1964 ما يتولاه العملاء السذج قصير النظر في مثل هذه الكوارث. وروج عبد الرحمن بابو لفكرة أن من قام بالثورة الزنجبارية المزعومة وما ترتب عليها هم البروليتاريا الرثة التي سرعان ما جرى استبعادها من دفة الأحداث لتتولى قيادتها قوى ثورية اجتماعية مسؤولة. وظل بابو يقدم هذه التفسيرات المزورة ليغطي بها على مذبحة العرب المسلمين من حيث القتل على الهوية وتطهير عرقي وإباتة جنوسيد بنسبة 100%. ومن ناحية رابعة فقد تمت مذبحة إبادة العرب المسلمين في حقبة الحرب الباردة التي كانت تستهدف كسب رجال السياسة الإفريقيين لسياسات القوتين العظميين،
ومع أن المعسكر الاشتراكي استبشر في البداية بثورة زنجبار الموصوفة في أدبيات تلك الفترة بأنها كوبا أفريقيا، فإن الغرب كان يعرف أن هذه الثورة لا تعدو أن تكون حربا على الإسلام. وهكذا رحب الغرب سريعا بما انتهى إليه الانقلاب العسكري من التخلص من زنجبار نفسها وكلها بضمها على طريقة الاستحواذ لتنجانيقا المتخلفة عنها. على صعيد خامس، فإن مناخ التعتيم الإعلامي وغياب الرأي والرأي الآخر تكفل ببقاء الجريمة مستورة إلى حد ما، لكن التاريخ كفيل بفضح من يتسترون على الجرائم. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الرئيس جوليوس نيريري لم يكتفي في عدائه للإسلام بالمذابح والتعسف والإقصاء وتغيير الواجهات والتوجهات، بل إنه في عام 1973 قرر نقل العاصمة من دار السلام التي هي درة أفريقيا على المحيط الهندي في منطقتها، وهي مدينة عربية إسلامية منذ العصر الأموي، إلى عاصمة جديدة هي دودوما. أسدل المتنفذون في السلطات ستراً كثيفة على فضيحة موقفهم مما حدث في زنجبار، لكن جاذبية الحدث وقسوته دفعت الكاميرا التي لا تعرف مثل هذه الحسابات إلى تصوير بعض المشاهد الحية بواسطة التلفزيون الإيطالي في الفيلم الوثائقي وداعاً أفريقيا عام 1966. وعرض الفيلم مذبحة زنجبار ضمن فضاعات أفريقية وقعت بعد استقلال بلدان القارة السمراء. وفي ذلك الفيلم يرى المشاهد على الطبيعة كيف كان العرب يساقون للقتل على الهوية والمقابر الجماعية التي ضمت رفاتهم. وقد احتج سفراء في أفريقيا في إيطاليا على الفيلم الذي صدمهم عنفه، حيث كان استقلال القارة لا يزال يعيش البهجة. وينسب إلى دبلوماسيين أمريكيين القول المشهور: لو كنا نتكلم في عام 1964 بلغة اليوم لوصفنا محنة العرب في الجزيرة في تلك السنة بالجنوسايد، أي الإبادة الجماعية لا مواربة. وبعد أعوام، عندما بدأ الغرب سياسته الرامية إلى التخلص من الجنرال عيدي أمين رئيس أوغندا بعدما أعلن إسلامه، فقد أوتي هذا الرئيس الأوغندي من مكمنه حين طرد الهنود الذين كانوا يسيطرون على اقتصاد أوغندا منذ زمن الاحتلال البريطاني، وطالب بأفرقة الوظائف ورفع شعار أن إفريقيا للأفريقيين. وعندئذ روج الغربيون حملة إعلامية لتصوير عيدي أمين رئيس أوغندا متهما بالعنصرية لقيامه بطرد العناصر الآسيوية في أوغندا. وفي مقابل هذا، فقد صوروا الرئيس جوليوس نيريري صاحب الماضي العنصري الفظيع والفادح وكأنه أصبح رجل سلام ومكافحا للعنصرية، وروجوا لهذه الفكرة الزائفة بمشاركة نيريري المظهرية في صياغة بيان لوساكا الداعي إلى تعاون العرقين الأبيض والأسود من أجل مصلحة أفريقيا. وسرعان ما تطور الاختلاف بين هذين الرئيسين إلى قيام الجيش الأوغندي بغزو تنزانيا عام 1978. ورد الرئيس جوليوس نيريري بغزو أوغندا سنة 1979 والإطاحة بالرئيس عيدي أمين بمساعدة الغرب وبزعم وجود مساعدة من المعارضة الداخلية. وبهذا تمكن نيريري من إعادة زميله ميلتون أوبوتي إلى حكم أوغندا. وهكذا فإن هذا الطاغية الذي هو الرئيس جوليوس نيريري الذي قتل العرب والمسلمين تحت دعوى أن إفريقيا للأفريقيين هو نفسه الذي صورته الأدبيات الغربية على أنه تصدى لعيدي أمين متبنيا عكس ما كان يدعو إليه، ولم يتصدى له بالحملات الدعائية أو المواقف السياسية فحسب، وإنما تصدى له بالحرب. بسبب هذا الموقف السياسي الذي يمكن تصنيفه بلغة الغرب المزدوجة على أنه موقف فكري، لكن هذا الموقف الفكري كان تبريرا غربيا منافقا لأن يقوم نيريري ممثلا للغرب وبدعم منه بغزو أوغندا وإسقاط حكومة عيدي أمين وتسليم السلطة لعدو عيدي أمين. ومع أن نيريري بدا وكأنه انتصر وحقق نجاحا آخر، فإن النفقات المالية لإطاحته بالرئيس الأوغندي أسهمت في تدهور نظام نيريري نفسه بأكثر مما كان متدهورا. وقد أدى الرئيس جوليوس نيريري هذا الدور الإمبريالي الاستعماري بأريحية عالية ومن دون أن ينال عليه أي مقابل،
اكتفاء بتحقيقه لحقده على الإسلام وعنصريته، وكانت النتيجة أن ازدادت بلاده فقراً ومعاناة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرين من الأوغنديين الذين شهدوا تلك الفترة وعانوا بطش نظام إيدي أمين لا يطيقون حتى الآن سماع اسم الرئيس جوليوس نيريري، لأنه أتى بميلتون للسلطة في أوغندا، وكان الرئيس ميلتون أكثر قمعاً وديكتاتورية من الرئيس إيدي أمين. وهكذا سقط الرئيس جوليوس نيريري بحكم المنطق والواقع، فأعلن عن تنحيه عن الرئاسة، وأعلن عن تفرغه للحزب. ثم إنه أعلن بعد ذلك في فلسفة فارغة أنه لم يستقل، وإنما غير موضع قدمه. وكان نيريري موهوباً في اللعب بالألفاظ على قدر فشله في التنمية، كما كان موهوباً في التآمر من أجل نفسه على قدر فشله في الحكم الرشيد. ومع كل هذا التآمر من الرئيس جوليوس نيريري ضد شعبي زنجبار وأوغندا وضد شعب تنجانيقا نفسه، فقد روج اليساريون لنيريري على أنه من رموز الوحدة الأفريقية ودعاتها، مع نكروما في غانا وسنجور في السنغال وكينيث كاوندا في زامبيا. وبالطبع فإنهم صوروه من أبرز نشطاء حركة عدم الانحياز.